كل طفل وكل طفلة بيواجه هذا السؤال وبيحتار. فمسرحية الإله يقدم استقالته هي امتداد لهذه الفكرة، ليست إلا امتداد لهذه الفكرة. بعد ما درست بقى، قعدت 10 سنوات أقارن بين الكتب الدينية كلها، جبت الجيتا والتوراة والإنجيل والقرآن، وسافرت الهند، وأنا بقى عايزة أصل إلى الحقيقة. أنت هو الإبداع إيه؟ الرغبة في الوصول إلى الحقيقة، عايزة أعرف إيه؟ إيه الحقيقة يا رب؟ إيه؟ الناس كلها بتقول حاجة، الناس كلها بتؤله مثلا نجيب محفوظ، وأنا بقراه وما بيحصليش حاجة، طب إيه بقى؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ الناس كلها بتؤله هيكل، وأنا بقراه وألاقي التناقض، الله أعمل إيه في نفسي؟ الناس كلها بتؤله السادات وبيقولوا عليه بطل النصر، وانا بقول عليه بطل الهزيمه، طب اعمل ايه في نفسي؟ فاذا اعمل ايه؟ فاذا يعني احنا كلنا بنمر في هذا التساؤل. المسرحيه دي هي امتداد لده، يعني هي امتداد. بس بعد ما قارنت بقى الكتب الدينيه، قارنتها بقى كلها، الجيتا والتوراة والإنجيل والقرآن وكل التعاليم الدينية دي، مش كلها طبعا اللي قدرت أجيبها، ووجدت التناقضات صارخة، فكتبت المسرحية. كل الأنبياء بيتكلموا فيها يعني. بس يعني الناس ترجع لها بقى تشوف الأنبياء بيقولوا إيه يعني.